اثناء مشاهدتكم بقى مفيش حاجات دمها خفيف كده شفتوها ضحكتوا بتاع وده امر طبيعي وعادي يعني امر طبيعي وعادي؟ في كتير في اكتر من مقطع الحقيقه، بس اكتر مقطع لفت نظري ولفت نظرنا كلنا الحقيقه احد المتسابقين يعني هو عايز يعمل افيه او عايز يعمل لازمه خاصه بيه يعني فهو ممكن يبقى معلق كويس لكن الاختيار اللازمه ما كانش موفق يعني هو اختيار اللازمه معانا الفقره دي معانا اعتقد معانا مع الزملاء بره على الموبايل على الموبايل لا هو شخصيه ظريفه جدا يا كابتن اللي هنشوفه ده شخصيه لطيفه جدا هو يعني انا بقول بعد اذن حضرتك كابتن مدحت وبعد اذن الزملاء ان في جزء وعنصر مهم من عناصر التعليق كنت قريته في صحيفه انجليزيه كانت عامله تحقيق عن التعليق وعامله ريبورتاج مع معلقين الاشهر في العالم وفي اوروبا فمن ضمن البنود كان بيقول لك بند ان انت يجب ان انت لا تاخذ نفسك على محمل الجد انت في الاخر لازم ترفه عن الناس وانت بتذيع في التلفزيون والتلفزيون انترتينمنت يعني ترفيه طبعا واخد بال حضرتك بس هو كان دمه خفيف زياده شويه كان دمه خفيف زياده طيب واحنا نستمتع بيه يلا ورينا يا احمد بقى منتخبنا بادئ بالقوه الضربه النهارده واهم قوه ضربه عندنا هو محمد صلاح وان شاء الله يفرحنا ويفرح 90 مليون مصري تنطلق صافره البدايه من الحكم الجامبي بكاري جسامه وفاول من مكان خطر جدا محمد صلاح يلعب فاول سريع النني يقطعها مدافع الكونجو ومين هنشوت يلا بينا ويلا بينا وادي كره مع رمضان يرقص رمضان بحرفنه كبيره جدا هيشوط رمضان ويشوط رمضان تخبط في مدافع الكونجو وترد لصلاح هيشوط صلاح ويلا بينا هجمه المنتخب الكونجو بيباصي ما يشوطش الراجل ده عامله بلوك عليه شوت سلامات ونخلي بالنا وادي الكره مع صلاح يرقص صلاح ويرفع كره جميله جدا على البعيد حجازي وخطره دي خطره دي وحجازي يعرض مره تانية بدماغه وعنني يلا يا نني جول يلا بينا وادي بينيه رائعه من طارق حامد لمحمد صلاح اللي يروح بسرعته ويعرض وكره خطره جدا جول يلا بينا ترد حجازي جول يلا بينا ادي كورنر على التنفيذ عبد الله السعيد يلعبها خطره جدا طبعا من الحارس مين جاي مين مقابل مفيش حد مقابل فاول على حدود المنطقه على التنفيذ محمد صلاح يشوطها يلا بينا يمسكها الحارس على مرتين هجمه المنتخب الكونجو شكلها خطره يلعب الكره ناحيه الشمال هيرفع ما يشوطش شوط والسد العالي يتالق والحمد لله ويلا بينا طب والنبي اللي انت مقلد انا حلفتك اهو حلفتك اهو اعمل بقى كان ماتش ما مقطعين كده ولا حاجه ودينا بس الافيهين الجمال بتوع الشخصيه الجميله اللي احنا سمعناها دلوقتي طب اقول لك اصل كنت النهارده بعلق سيراميكا والمصري فالمصري جاب جون حلو بطريقته بقى وادي هجم على الطرف الشمال لحسن علي حسن علي ولعب عرضيه وخطير ويلا بينا يلا بينا الهدف الثاني يلا بينا سجلوا الهدف الثاني ده جميل بقوله وعلى فكره اذا كنت بتتفرج علينا انت صوتك حلو صوته حلو صوته حلو والله انا عاجبني ان هو كمان بينوع يا كابتن يعني في يلا بينا يعني بيطلع بيها وبينزل وعامل لها نغمات طب عايز اسمعها منك لا انا وحياتي عندك وحياتي عندك يا حاج طيب هو بالنسبه بكره بقى الزمالك واسوان يعني وعلى الخط الكابتن علاء عبد العال وعلى الخط الجانب الاخر كارتيرون والكره مع شيكا وماشي شيكا ودخل وجوه المنطقه ويلا بينا ضاعت ما جاتش برضه لا هو جميل فعلا انا بوجه له التحيه بس هو يعني اختيار اللازمه هو كان يعني ايه في مبالغه بس شويه فيها لازم نسمعها منك يلا بينا اظن انت كده اتشهرت اكتر ما كنت ممكن تخش في المسابقه انت كده ما شاء الله عليك يا طيب مساله ورينا واحد تاني يا احمد يلا عليكم ورحمه الله وبركاته عن طريق مصر ضد الكونجا وصلاح بيبدا صلاح محمود تريزيجيه بيلعبه ضد حجه يا ولد جو جميل 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 هو طبعا احنا ما بنشوف يعني الاصوات الجميله دي احنا من منطلق ان احنا حابين كل الاصوات طبعا وحتى الاصوات اللي بتدينا ابتسامه للملايين دي حاجه في حد ذاتها طبعاً جميله جدا طبعا طيب كابتن عايز تسمع طب هات كمان واحد يلا
فراح يلعب الكرة صغيرة وادي الاستلام وعايز يستلم ويشوت وادي التسويبة من طارق حامد توصل كرة عن طريق المنتخب الكونغولي وادي كرة وادي الباص وادي التسويبة يا سلام ادي صلاح مع الكرة عدى 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 وادي العرضية بعيدة جدا على الكامل بعيد يا سلام وحجازي من برج ايفل من برج ايفل جميل طيب